الكويتي موليه. موليه مالك. الله يجزاك خير. المكان الحقيقه دائما ما كان يهتم فيها الشاعر، وكانت طريقه بناء القصيده سواء كان في النبط او حتى في الفصيح دائما تبدا من الوقوف على الاطلال، ومن ثم يتم الى 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 الى, إلى يذكر موضوع قصيدته. ابو فهد، كان المكان حاضر في قصائدك عن حائل تحديدا، عن محبوبتك ومعشوقتك. اي هذه يطلع الابداع. يعني انا ما راح اسالك عن عدد القصائد اللي قلتها في حائل، مع انه احد الاخوان ارسل لي رساله انه يقول جل قصائد ابو فهد في حائل. اول شيء مدى صحه المعلومه؟ اول شيء والله انا لي قصيد كثير بحائل، يعني ما عديت القصائد لكن اكثر من 30 قصيده بحائل. 30 قصيده بين مقطوعه، هو مو كل القصايد، قال بين 4 إلى 5 ابيات وبين قصايد. لو اردنا قصيده لجمهورنا في حائل، ابيات في معشوقتك، معشوقتك ومعشوقتهم، بل قصيده ولي 3 ابيات. ان اردت قصيده وان اردت ابيات، الخيار لك. ابى اجيب لكم من اواخر القصايد بحائل، اخر يعني من الاخيرات، اخر الانتاج من الاخيرات بحايل بالذات. يا سلام. يقول: حايل هواي وعطر دنياي، وتاريخ صفوة بني عمي، وأحبابي وذكريات صباي، وملامح رسومي ودمي، وحمية أبوي وحمياي، ووقفات أخوي وحنين أمي، وجاي وعصامي وسلماي، وحلم يطير ويجي يمي، واشعاري ولحني ومغناي، واحساسي وذوقي وشمي، ان جيتها تبتهج دنياي، واقول يا مهجتي سم. يا سلام، هذه هجانية. الجميل في الموضوع يمكن يختصر